نعود للمسألة السابقة، إذا كان الشخص يعني إذا غاب قرص الشمس بسبب البنيان، يعني هو في منزله يرى الشمس قد غابت بسبب البنيان المرتفع، هل نقول له أفطر؟ لا، بالنسبة إذا كانت البناية التي أمامه تحجب عنه قرص الشمس فلا يجوز له الفطر، لأن الشمس ما زالت باقية، بمعنى أنه لو خرج من بنايته ونظر فإلى الشمس ما زالت في كبد السماء. نفس الشيء فضيلة الشيخ بالنسبة أو تتضيف للغروب أو تتضيف للغروب. لا، هناك فرق بين الجبل وبين الشخص المرتفع. نعم، يعني هناك صورتان. الصورة الأولى صورة البناية المرتفعة العالية، يعني الآن هناك من البنايات من تصل إلى 70 دور. نعم، إلى 80 دور، بل بعضها يتجاوز 100. نعم، كما هو الآن الحاصل. فمن في الدور 70 أو 80 أو 90 الحقيقة يختلف حكمه عن من في الدور الأول، فهذا ما زالت الشمس طالعة عليه فهو يرى الشمس، وأما الذي في الأسفل فهو قد غابت عنه الشمس. لكن الصورة الثانية التي ذكرتها صورة حجب الشمس بسبب البنيان المرتفع، بنيان بجواره. نعم، يعني الآن عمارتين أو برجين بجوار بعض، غابت الشمس عن هذا البرج بسبب حجب البرج الثاني الشمس عنه، فلو ظهر الإنسان رأى الشمس فهذا لا يقال له قد أفطرت. لكن إن كان مثلا الوضع الجغرافي للبلد فيه جبل مثلا، والجبل هذا وإذا صعد فوق الجبل فالشيخ يرى الشمس، إذا صعد الجبل رأى الشمس. نعم، بمعنى أن رآها قد ذهبت إلى الغروب، فالحكم لمن هو في أسفل الجبل، حكم لمن هو في أسفل الجبل. لكن تطلع عليها أنت، هذا لا تأخذ الحكم. نعم، أنت الذي تطلع عليه، بمعنى أن ترقى الجبل لتراه. أما إذا كنت في أصل الجبل، لأصل الجبل لا يجوز لك الفطر ما دمت أنك ترى الشمس. لكن من في أسفل الجبل، نعم، ما دام أن قرص الشمس قد غاب عنه فقد أفطر.